بس بالنسبه للعريس المستقبلي ان شاء الله ما يعملش حسابه على الملوخيه باي حال من الاحوال. يعني انسى الموضوع لو متعشم انسى. لا عيد الموضوع من البدايه. حسنتوا في الفاصل وبنتكلم عن الطبيخ وغيره. وانا وتهامي كنا بنقول لها وكريم يعني معروف عن الناس في الشرقيه ان هم طباخين والاكل والسفره. طبعا. فهي قالت بس ايه اللي انا؟ يعني ومره جربتي كانت ملوخيه لما اكلت ملوخيه مجمده طلعت حكايه. انا هعمل ملوخيه فانا عملت ما ظبطتش الشوربه على قد الملوخيه. عملت الملوخيه ده كتير قوي. جدا على الشوربه. كانت اول مره اعمل ملوخيه. فكنا في رمضان برضو حطيناها في الطبق وطلعنا فالطبق اتقلب وقع على الارض. انا متخيله بقى ان انا هشيل كده هلاقي تحت السجاده والله العظيم كتله لازقه كانوا جيلي سموزي. ملوخيه سموزي من اللي قلبك يحبها. احمدي ربنا انا ما بهدلتش السجاده. اشكريني اصلا على كده.